فاطمة عبار، شاكر بالقاسم، زملائنا الكل، تحية صباحية اليوم زيدا سمير الفرشيشي ليكم انتوما أوفياءنا الكرام. أهلا وسهلا بكم. هذا الجزء الثاني من برنامج يوم سعيد، بديناه بصوت الرائعة نعمة، ما أدراك زيدا في الفن التونسي اسمه علامة كبيرة. على كل حال، هذه بدايتنا في الجزء الثاني، باش نمشيو للصحيح زيدا طو نحكيو على هل تغيرات المناخية اليوم كيفاش باش تأثر على بلادنا. اليوم حديث على أنه شقيقة ليبيا، هل الأجواء المناخية دونك في تونس احنا في حاجه كبيره للامطار، والسؤال المطروح كيفاش باش يكون الشتاء القادم. سؤال نوجهه مباشره لسي حمدي حشاد المهندس البيئي والمختص في الشان المناخي. صباح النور، اهلا وسهلا. صباح النور كوثر، مرحبا بيك ومرحبا بكم المستمعين للاذاعه الوطنيه. باش يجينا شتاء ولا ليه؟ نمشيو نلوج عليها. فما شتاء. اي شتاء بالمواصفات اللي اعتدنا عليها، انخفاض درجات الحراره وغيره، والا ليه كيما عم ناول؟ شوف، فما نماذج حتى الان معناها كله قائم على التوقعات، لكن حتى الان فما بشائر خير. خلاص يا الله امتعني يا ماله، زيدا نخلي لك المجال، كيفاش باش يكون؟ ان شاء الله معناها قلت لك الاعتماد معناها على النماذج الرقميه اللي نستعملوها معناها لتحليل المعطيات المناخيه، معناها فما توقعات اللي ان شاء الله معناها الامطار على الاقل خير من عم ناول باش تكون. به هذه في التحليل العلمي ان شاء الله. اي نحكيو على ولا عن تداعيات تغير المناخ على تونس اليوم، وقت اللي نشوفوا شقيقه ليبيا كيفاش، على عم ناول زاده كيفاش الطقس كان، معناها درجه الحراره مرتفعه جدا وغيره، معناها من الامور ربما اللي تخلينا بالاساس احنا في كل مره نسلطوا الاضواء على بلادنا ونزيدوا مره اخرى. سي حمدي نترحموا قبل كل شيء على الضحايا اللي السيول الجافة اللي ضربت الشرق الليبي، وكذلك نتغل فرصة نترحموا على ضحايا الزلزال في شقيق المغرب. شوف اللي صار في ليبيا صار عنا قبل في تونس قبل ما يصير في ليبيا. نذكر نرجع بالذاكرة متاعنا ل 2018، معناها نفس العاصفة اللي ضربت السواحل الشرقية المدينة الشرق الليبي تقريبا كانت حاضرة هنا في نابل، وسببت خسائر بشرية، معناها توفي 6 ضحايا و150 معناها مليون دينار خسائر مادية مباشرة. معناها هذا معناها راهي معناها العاصفة، العواصف هذيك اللي قاعدة تتكون في البحر الأبيض المتوسط ولات من نصيبنا، معناها ولات حاجة نجم تضربنا في كل وقت. معناها فما الموسم هذاك تاع العواصف اللي هو يكون من اخر شهر اوت حتى النصف الاول من شهر اكتوبر. يعني خليني نحكي لك حاجه، اللي فما العواصف هذه تسمى ميديكان، عاصفه مداريه ذات خصائص متوسطيه، اللي هي معناها ولات فما منطقه المنشا معناها تتكون في خليج ليون في جنوب فرنسا، تاخذ مسار عبر سردينيا عبر الشمال التونسي والصقليه، وفما غادي تنقسم الى زوج مسارات، مسار يواصل دول البلقان البانيا واليونان، والمسار الاخر معناه يوصل حتى خليج سرت ليبيا. فهذه علاش تتكون العواصف هذه؟ السبب بسيط، معناه وقت نشوفنا فصل الصيف سخون برشا، البحر يلطف من الجو وينقص من حده المناخ معناه كيف درجه الحراره، لكن بدوره زاد يمتص كميات كبيره من الحراره. وقت تكون درجه مياه البحر ما بين 24 و 28 درجه مئويه، معناه تكون الارضيه ملائمه جدا معناها اللي تكون العواصف هذيك، معناها تكون فما جبهة بارده في الشمال مع حرارة مياه البحر تتكون معناها تكون منشأ معناها للعواصف هذيك. وبالتالي معناها راهو مش نقولوا احنا بعاد مش بعاد، راهي ممكن كل عام تنجم تصير حكاية، مثلنا ما تمسناش هذاك باعتمادا على مسار العاصفة. ونحن ديما نطلبوا اللطف لأنه شفنا اللي صار في ليبيا، ما نتمناه يصير لحتى حد معناها ضرورة إن شاء الله. أما الاحتياط واجب، لازمنا نقرأ حسابنا لحاجة تجم تصير. أي لازمنا معناها كسلطات كناس نفهموا كيفاش نتصرفوا، نعرفوا كيفاش طريقة كيف نتعاملوا مع الكوارث الطبيعية. للأسف هذه راهو معناها التغيرات المناخية مش مدة وتمشي على روحها، هذه حاجة باش تقعد معنا فترة طويلة وطويلة جدا. جات مش تقعد، هي مش جات مش تمشي. اي لهنا مسؤولية الدولة فقط والا مسؤولية كل الدول؟ مواطنين والدولة، ما يجيش مواطن يبني بحث واد يجي الواد تصب المطر وتهز له الدهر يقول لك غلط الدولة، شكون غلط؟ شكون قال لك ابني مثلا؟ اي معناها هنا نكونوا واضحين قبل ما تصير الحكاية وقبل ما تولي دراما ومادة دسمة الإعلام وقصص حزن. فهمتني معناها هذا معناها فما